صف ثاني، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في محاضرة أخرى، وهي الحلقة الأخيرة من موضوع المنقوص والمقصور والممدود. إن شاء الله ما تعبتوا. ها يلا الباقين يسألوني المدرسين شي أكثر طلاب متفاعلين وياك منهم ويستمرون بالدروس. أنا أقول لهم صف الثاني متوسط، لأن هم أكثر الطلاب يبقون وياي ويستمرون ويحافظون على الدرس والواجبات يحلوهن. يعني شكرا لكم، متفاعلين جدا. أتمنى لكم مستقبلا زاهرا إن شاء الله ومزيدا من النجاحات والتفوق. نأتي الآن إلى الاسم الممدود، وهو اسم معرب آخره همزة قبلها ألف زائدة، يعني راح تنتهي بهذا الشكل. الكلمة راح تنتهي بهذا الشكل، منتهي بالهمزة وقبلها ألف زائدة. طلاب مثل ما مثل عندي كلمة بناء، دعاء، صحراء، جزاء، هذه الأسماء كلها منتهية بمن؟ منتهية بألف وهمزة. هذا شو نسميه؟ نسميه الاسم الممدود. لو تلاحظ طلاب كلمة سماء، بناء، صحراء، طلاب نمد الكلمة، نمدها حتى إن شاء الله راح تأخذونه بالمراحل المتقدمة. هذا يسمونه المد، المد المتصل بالتربية الإسلامية إن شاء الله. واحد قال أستاذ الشرحة، لا أشرح لك إسلامية وعربي وإنجليزي. زين، هذه طلاب نسميه الاسم الممدود. يقول استخرج الاسم المنقوص والمقصور والممدود. تشوف اسم منتهي بهمزة قبل ألف، هذا سميه الاسم الممدود. منتهين من عدها؟ منتهين إن شاء الله. زين، مرة واحد سألني قال أستاذ هاي الهمزة مرات تجيني أصلية، شلون أحولها مثنى جميع؟ طلاب أنواع الهمزة عندي أربع أنواع من أنواع الهمزة. أنا مو قلت هذا الاسم ينتهي بالهمزة، هاي الهمزة شنو نوعها طلاب؟ راح يجي يقول مرة يكون هاي الهمزة أصلية، ومرة تكون منقلبة عن واو، ومرة منقلبة على ياء، ومرة تقول زائدة للتأنيث، مزيدة للتأنيث للدلالة على المؤنث. مثلا كلمة صحراء مؤنث، حمراء مؤنث، بيضاء مؤنث، شقراء مؤنث. هاي كلها منين جابت التأنيث طلاب؟ من الألف والهمزة، أو الهمزة التي جاءت بعد الألف الزائدة. أول وحدة أجيها للأصلية. الأصلية طلاب يعني شلون أصلية؟ طلاب هاي الأصلية موجودة بأصل الكلمة، بأصل الفعل مال الكلمة اللي جاب لي إياها، أو جبت قبلها ألف. مثل من عندي كلمة ابتداء، يقول كلمة ابتداء، يقول هاي الهمزة أصلية. أقول له شلون عرفتها أصلية؟ يقول رجحها للفعل الماضي مالتها وهو ابتدأ. ابتدأ موجودة الهمزة، يعني الهمزة أصلية، أصلية لا مزيدة عن، لا مقلوبة عن ألف ولا مقلوبة عن ياء ولا مزيدة للتأنيث. حلو، هاي الهمزة شنو؟ هاي الهمزة أصلية. ما دام الهمزة أصلية طلاب، شلون عرفتها؟ أرجع الفعل للماضي أو المضارع وأشوف الأصل مال الهمزة موجود لو ما موجود. ما دام ابتدأ بالهمزة، ابتداء بالهمزة، إذن هاي أصلية، هاي الألف الزائدة، إذن هذا اسم منقوص. حلو، هذا عفوا الاسم ممدود، عفوا والله تعبت. الاسم الاسم المنقوص الممدود، هذا يسمونه الاسم الممدود. كل اسم منتهي بألف وهمزة هذا نسميه الاسم الممدود. هذا يا طلاب أريد أحوله إلى مثنى. عندي قاعدة، إذا كانت أصلية الهمزة بقيت على حالها، على حالها، ونضيف ألف ونون ونضيف ياء ونون، ما تبقى الكلمة على حالها. مثلا عندي كلمة ابتداء، للرفع أقول له ابتداءان، وللنصب أقول له ابتداءين، ابتداءين، خلص. ليش بقيت الهمزة على حالها؟ يقول ما دام أصلية تبقى على حالها، ولا شو أسوي الآن؟ هي أصلية من أصل الكلمة، همزة ما أقدر أتلاعب بها، تبقى على حالها وأضيف ألف ونون أو ياء ونون. زين، بهاي الحالة هسه جال أجتني نوع من أنواع تسمى منقلبة عن واو. شنو منقلبة عن واو طلاب؟ الهمزة عبارة عن واو بس انقلبت إلى همزة، والدليل أرجحها للفعل الماضي والمضارع، أشوفها بالمضارع شنو صارت. هنا أنا ابتدأ بالماضي وبالمضارع يبتدئ، هم بقت همزة، إذن هاي أصلية. بينما هنا عندي كلمة دعاء، أرجحها للفعل الماضي مالتها وهو الفعل دعا. الفعل المضارع مالتها طلاب شنو؟ يدعو. يدعو طلاب هنا منين من بمن انتهت؟ انتهت بالواو. إذن هذه الهمزة منقلبة عن واو. منين منقلبة؟ منقلبة عن واو. يقول لك هسه هاي الهمزة أصلية لو منقلبة عن واو، لو منقلبة عن ياء. أرجع للفعل دعا، شنو نهايته؟ يدعو، بمن منتهي بالواو. إذن هاي الواو انقلبت إلى همزة، إذن هذه الهمزة منقلبة عن واو. أرد أحولها للمثنى،
طبيعية جدا. يقول إذا كانت منقلبة عن واو أو منقلبة عن ياء، أنت بالخيار، من الممكن تبقيها نفسها ومن الممكن تقلبها علما، تقلبها إلى أصلها. مثلا عندي كلمة دعاء، تقدر تقول دعاءان أو دعاءين، دعاءين، وهنا كذلك ابتداءين، دعاءين أو ابتداءين. زين، يصير هنا تقول دعاءان دعاءين. زين، والوجه الثاني يقول تقدر تحول هاي الهمزة ترجعها لأصلها، شو تصير؟ تصير دعاء وان، رجعتها المن للواو، شو تصير هنا؟ دعاء وين، المن ترجعها، ترجعها للأصل. يقول إذا كانت منقلبة عن واو، إذا أردنا تحويلها للمثنى، أنت بالخيار، لو تبقي الهمزة وتضيف ألف ونون وياء ونون، لو ترجع الهمزة لأصلها، زين هي عن من مقلوبة؟ عن واو، تقلب الهمزة إلى واو وتضيف ألف ونون وتضيف ياء ونون. مرة تكون الهمزة منقلبة عن ياء، شلون أعرفها؟ أرجعها للفعل المضارع مالتها طلاب. عند الفعل مثلا أو عند الكلمة بناء، منتهية بالهمزة، هاي الهمزة أصلية، أرجح الفعل بنى يبني، بمن منتهي؟ بالياء. إذن هاي الهمزة طلاب منقلبة عن ياء، أصلها ياء، أصلحت بناء. إذن هاي هنا طلاب، هاي قلنا منقلبة عن ياء، ما دام منقلبة عن ياء، إذا كانت منقلبة عن واو أو منقلبة عن ياء، أنت لك الخياران، إما أنه تبقي الهمزة وتضيف ألف ونون وياء ونون، أو ترجع الهمزة إلى أصلها. يعني هنا عندي كلمة بناء، من الممكن أن أقول بناءان أو أقول بناء أين، بس ضفت شنو؟ ألف ونون أو ياء ونون. ومن الممكن ترجعها لمن؟ ترجعها للياء، للي أصل مالتها، وهو شو تقول؟ تقول بناء يان، أو تقدر تقول بناء يين. وضح؟ رجعت الهمزة لمن؟ إلى أصلها، الحرف اللي هو الياء، رجعت الياء وضفت ألف ونون وضفت ياء ونون. واحدة من أنواع الهمزة يسمونها مزيدة للتأنيث، مثلا كلمة صحراء. صحراء طلاب، هاي تدل على أنه شنو؟ صحراء مؤنثة. حمراء تدل على كلمة مثلا أحمر مذكر وحمراء مؤنثة. يقول هاي مزيدة للتأنيث، صحراء، بيضاء، شقراء، عرج، وهكذا باقي الأدوات، هاي طلاب نسميها مزيدة للتأنيث. والدليل أقول هذه صحراء، بينما هذن ما أقدر أقول عليهن هذه. شنو أقول عليه؟ أقول هذا ابتداء، هذا دعاء، هذا بناء، هذا صحراء. يصير لا، أقول هذه صحراء، ما دام أأشر عليها بالاسم الإشارة هذه، فهذه مزيدة للتأنيث، الهمزة مزيدة لمن؟ للتأنيث. حلو، أرد أحولها إلى مثنى، ما لك علاقة غير تقلب الهمزة إلى واو، شو تصير؟ صحراوان. حمراء شو تصير؟ حمراوان أو حمراوين، حمراوين. وهنا شو تقول؟ صحراء وين. بالمزيدة للتأنيث نقلب الهمزة إلى من؟ نقلب الهمزة إلى واو، ونضيف ألف ونون ونضيف واو ونون. تصحيح شباب الأبطال، إذا كانت مزيدة للتأنيث مجرد نحذف نقلب الهمزة إلى واو ونضيف ألف ونون في حالة الرفع، وياء ونون في حالة النصب والجر. قبل شوية قلت لكم واو ونون، لا صحح لي إياها، قل لي ياء ونون. مجرد نحذف نخلي الهمزة نقلبها إلى من؟ نقلبها إلى واو، ونضيف ياء ونون ونضيف ألف ونون للمثنى. بعض الكلمات أرد أجمعها جمع مؤنث سالم، مثل ما سويت بجمع بالمثنى نسوي بجمع مذكر السالم أو جمع المؤنث السالم. طبعا عندي منطيني بس هذا للأمثلة. عندي كلمة مثلا كلمة رفاء، أريد أسويها جمع مذكر سالم، كل شيء ما أسوي بس أضيف واو ونون أو ياء ونون، شو يصير؟ رفاءون. وإذا نصب أو جر شو يصير؟ رفاءين. كل شيء ما سويت الهمزة على حالها وضفت واو ونون وضفت ياء ونون. بينما كلمة صحراء نفس ما سويت بالمثنى، شو يصير؟ تصير صحراوات، تصبح صحراوات. نقلب الهمزة إلى واو ونضيف ألف وتاء، الدلالة على جمع المؤنث السالم. نأتي الآن إلى آخر فقرة، وهي فقرة قل ولا تقل وفقرة الواجب البيتي. فقرة قل ولا تقل، العبارة الصحيحة يقول قل البنتان الكبريان، هذه العبارة صحيحة، ولا تقل البنتان الكبرتان. ليش؟ لأن هذا كبرى، اسم هذا شنو؟ منتهي بألف، إذن هذا شو أسميه؟
أسميه المقصور. المقصور إذا كان كلمة كبرى أكثر من 4 حرف أقلب الألف المن إلى ياء وأضيف ألف ونون. أصير أقول الكبرتان. أقام دعويين على خصمه، هذه العبارة صحيحة، بينما هذه العبارة أقام دعوتين، لا ما يصير دعوتين، دعويين، دعوة طلاب مثناها دعويين، إذن هذه العبارة خاطئة. هاتان العبارتان صحيحتان وهاتان العبارتان خاطئتان. واجبك طلابي أبطالي، يلا كلكم نشاط وحيوية إن شاء الله مستمرين، ما ظلن هي خطوتين ثلاثة وإحنا إن شاء الله بصف الثالث المتوسط، ومرتبتكم إن شاء الله بصف الثالث المتوسط فالترتيب إن شاء الله أقل من 90 ما مقبول نهائيا، التسهيل من الله سبحانه وتعالى، وبفضل قراءتكم وجهودكم ومثابرتكم إن شاء الله نحصل على أعلى الدرجات. العافية بالتدارج يقولون مو، يلا إن شاء الله. عندك هذا الواجب، الواجب فضاء دائن مستلق مرتضى، هذا أني أريد المثنى مالتهن والجمع مالتهن، هذا أني كلهن تكتب لي الكلمة المثنى الجمع، مو تقول لي استاذ والله ما أقدر أكتبان حليتها بالورقة، لا هذا ما يفيد، تحل لي إياهن وأشوف لك إياهن بالتعليقات، أنا أشوف المحاضرات وأشوف الواجبات أغلبهن أطلع عليهن، واللي صحيح أنطي لايك، والمو صحيح أنطي ديسلايك. إذا هنا بعد ربع ساعة من الفطور، إلى هنا ونأتي إلى نهاية موضوعنا وحلقتنا اليوم، وهي خاصة بالأسماء المقصورة والممدودة والمنقوصة. نتمنى أنه وفقنا في تقديم محاضرة قد تنفعكم في المدرسة إن شاء الله. غايتنا هي إسعادكم وإيصال المادة إليكم أينما كنتم. ها أنا محدثكم عمار السلامي، في مال الله. زوروا موقعنا على شبكة الإنترنت www.almarja.com، المرجع الإلكتروني، طريقك نحو المعرفة.